محدش يعني سألني عن الكشف اللي حصل في المطرية اليومين اللي فاتوا. مسا الجمال على احلى متابعي قناه مصر جميله مع نيرفانا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وبخير وبسلام. النهارده انا هتكلم عن الكشف الاثري اللي حصل في المطريه، وده يا جماعه حفاير مشتركه ما بين بعثه مصريه وبعثه المانيه. يعني البعثه دي فيها علماء من المانيا وعلماء من مصر، يعني والايدي العامله كمان من مصر. ده الموسم ال14 ليها، يعني هي بقى لها 14 موسم شغالة في المكان ده. ايه هو بقى المكان ده في المطرية؟ المكان ده يا جماعة هو معبد هيليوبليس، وهو المعبد الرئيسي اللي يعتبر اكبر من معبد الكرنك مرتين، يعني هو مساحته ضعف مساحة معبد الكرنك الحالي اللي هو يعتبر من اكبر المعابد المصرية. لكن مع الاسف نظرا طبيعة الأرض الطينية وطبيعة الأرض إن هي قريبة من الغزوات، وكمان إن كان أغلبية الناس سواء اللي هم استخدموا الحجارة أو نقلوا الآثار المصرية دايما بيستسهلوا الشمال عن الجنوب في عملية النقل، فتم تخريب هذا المعبد بالكامل وتبقى منه أشياء بسيطة جدا. يعني لولا المسلة بتاع السنوسرت ما كناش عرفنا إن فيه هناك معبد أصلا. ونتيجة لهذه الحفاير اللي بتتم كل سنة عرفنا حاجات كتيرة جدا، بس المرة دي مهمة قوي. ليه بقى؟ لأنها وضحت لنا صورة كاملة عن المعبد ده كان عبارة عن ايه، ابتدى امتى، وانتهى ازاي. ولقينا اثار مهمة جدا لملوك يعتبر ان الاثار بتاعتهم مش كتيرة بس مهمة، لان المرحلة بتاعتهم كانت شائكة جدا. الكشف اللي اعلنت عنه وزارة الاثار مكتوب فيه ان تم العثور على كتل من البازلت تمثل الواجهة الغربية والشمالية لمعبد للملك نختنبو الأول. والملك نختنبو الأول، وما أدراكم ما الملك نختنبو الأول والملك نختنبو الثاني. الملوك دول كانوا عظماء يا جماعة، وعاشوا مرحلة صعبة جدا علشان يطلعوا الاحتلال الفارسي في مصر، وفي نفس الوقت كان فيه داخل علينا الاحتلال البطلمي، فهم كانوا بين حجر رحايا، يعني كانوا ناس عملوا مقاومة عالية جدا، ودي كانت حاجة لازم المصريين القدماء الملوك يعملوها، وهو تخليد اسمهم عن طريق ترك آثار ليهم في أماكن العبادة المهمة الخاصة بهم. زي ما أنا قلتلكوا إن كرنك مهم جدا في الجنوب، وعندنا معبد هليوبلس مهم جدا في الشمال. الازدواجية 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 عند المصريين القدماء مفيش حاجة واحدة، كل حاجة اتنين عندهم. ما ينفعش يهتموا بالجنوب ويسيبوا الشمال، لا، لازم يهتموا بالشمال ويهتموا بالجنوب ويهتموا بالشرق ويهتموا بالغرب. المبدأ لا يجزأ أرض مصر واحدة، اللي بيحب مصر بيحب أرضها كلها مش حتة وحتة، وده كان فكر المصر القديم. ولقوا كمان ان في امتداد للمعبد ده من الناحية الشمالية لربط المعبد ده بالمحور الرئيسي للمعبد الكبير اللي هو معبد هليوبلس. ودي حاجة معروفة عن المصريين القدماء، ان انت لما بتيجي تروح مثلا معبد الكرنك هتلاقي هناك اكتر من اثر واكتر من مقصورة واكتر من مسلة واكتر من تمثال، بس لازم يتحطوا بطريقة متناسقة وكلهم يبقوا مرتبطين ببعض. فده اللي لقوه في الحفاير دي. الاحجار البازلتية دي عرفنا منها ايه؟ ليه هي مهمة؟ أول حاجة عرفنا إن المعبد ده اتعمل في السنة 13 لل14 من حكم الملك نختنبو الأول. في نفس الوقت النقوش اللي على هذه الأحجار غير مكتملة، وده معناه إن الملك لم يتم إكمال هذا المعبد، لأنه ممكن يكون توفى. فدي معلومة مهمة جدا لازم نعرفها، خاصة إن هو ذكر الوقت اللي عمل في المعبد. المعلومات دي يا جماعة بتبقى مصدر مهم جدا لينا. الأحجار البازلتية دي عليها إيه؟ عليها حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ هي تمثيل لأقاليم الشمال والجنوب، لكن اللي احنا لقيناه ده هو عبارة عن تمثيل لأقاليم مصر السفلى من ضمنها هليوبلس، لأن هليوبلس هو فيها فلازم يهتم أكتر بالإقليم ده. إيه حكاية الأقاليم دي يا نيرفانا؟ الأقاليم دي يا جماعة هي المحافظات حاليا. كان المصر القديم مقسم مصر زمان إداريا لأقاليم، كل إقليم لمعبوداته لعبادته لشكله لستايله لاحترامه للإله الخاص بيه للعطايا اللي بتطلع منه، زي ما احنا دلوقتي
لما واحد يجي يقول لك هي دمياط مشهوره بايه، هي مثلا بورسعيد مشهوره بايه، هي مثلا المنيا مشهوره بايه، كذلك المصريين القدماء. هنلاقي حتى هنا الاله حابي هو المسؤول عن الاقليم ده، ماسك العطايا اللي طالعه من الاقليم ده، الحاجه اللي بتميزه عن باقي الاقاليم. فزي ما انتم شايفين ده اقاليم. اقاليم مصر كانت زمان مقسمه ل 22 اقليم مصر العليا و22 اقليم لمصر السفلى. وشايفين انتوا التقسيمه، يعني كل اقليم لمعتقداته الخاصه بيه. وعشان كده دايما تلاقي المصري حاليا عنده تراضي مع اي حد، ما عندوش عنصريه خالص مع اي حد، عنده تكيف مع اي حد، واي حد بيجي مصر بيقدر يتعايش ويتكيف مع المصريين، لان هما كان عندهم الفكر ده زمان، ما كانش عندهم عنصريه وما كانش عندهم قبليه خالص. بس اهم حاجه تحترم المكان اللي انت فيه، واحنا هنحترم كل حاجه خاصه بيك. الاقاليم دي قديما كان اسمها سبات، وكان علامتها زي ما انتم شايفين المدينه اللي هي عباره عن دوريه فيها حرف الاكس. دي كانت المدينه، يعني هي يعني المدينه دايما بتبقى مدوره ومقسمه لشوارع رئيسيه ومحاطه، يعني ده الهدف من المعنى ده. كان اسمها سبات، لكن طبعا في العصر اليوناني او البطلمي دايما كل حاجه بيحرفوها، مش هينطقوا بالسنه، ودي حاجه معروفه عن الغازي ان اول حاجه هيعملها ان هو هيقطع لك لسانك، مش هتعرف تتكلم اللغه بتاعتك. فتحولت سبات، اتحولت بقت نوم، وطبعا اليونان او البطالمه بيحطوا حرف السين فبقت نومس، فبقت الاقليم اسمه نومس. ومدينه اون بقت هيليوبوليس، وهي نفس المعنى، بس طبعا لازم التكه بتاعتهم تتحط. لقوا ايه كمان غير الملك نختنبه في المكان ده؟ لقوا اثار للملك رمسيس الثاني وتمثال خاص بيه زي ما انتم شايفين، ولقوا كمان تطعيم واقع من رسومات كانت موجوده، ودي كانت حاجه مهمه جدا بيتميز بها العصر بتاع الرعامسه، عصر اللي اسمهم رمسيس، كانوا بيطلق احنا اطلقنا عليهم اسم عصر الرعامسه عشان هم كان اسمهم رعمسس. فزي ما انتم شايفين لقينا اثار لرمسيس الثاني، ولقينا اثار لمرنبتاح، ولقينا مائده قرابين لتحتمس الثالث. يعني احنا كده اسره 19 و18 و30، يعني اثار للملك الملك ابريس، والملك ابريس ده اللي هو كان في عصر الاسره 26 هو الملك رقم 4. ولقينا كمان اثار للملك اسر كون الاول، وده احد ملوك الاسره ال 22. ولقينا طبعا اثار للملك بسماتك الاول، ملك بسماتك الاول يا جماعه. اسره 26 دي يعني لازم يا جماعه نهتم بابرازها اكتر، لانها اسره مهمه جدا الاسره 26. بقى بسماتك بقى عمل حاجه حلوه قوي، عمل مقصوره للاله شو والاله تفنوت. ليه الاله شو والاله تفنوت؟ لان يا جماعه كانت مدينه اون هي مدينه الخلق عند المصريين القدماء، ومن خلالها طلع عندنا الفكر العقائدي بتاع خلق الكون، اللي هو بتاع اتوم طلع من على صخره على تل ازلي، وبدا يخلق الالهه اللي هي الالهه الرئيسيه اللي هو الاله شو وتفنوت. شو وتفنوت ده شو اللي هو الهوا، تفنوت اللي هي الرطوبه، وبعد كده جيب ونوت اللي هي الارض والسماء، وبعد كده بدا يخلق ايزيس واوزوريس والكلام ده كله، وبعد كده بدات يتخلق البشر. هو ده الفكر، العقيدة المصرية القديمة اللي اتبنت عليها الأهرامات، واللي اتبنت عليها المعابد، واللي اتبنت عليها المسلات، بدأت من أون. وأون مكان السامون، أو مكان المعتقد خلق الكون، اللي هو العقيدة، عقيدة هليوبلس. فإزاي بيتم عمل آثار لا تعود لها الآلهة دي؟ ما أنت في مكان الآلهة دي مقدسة فيه، مدينة هليوبلس. لأن برضو احنا عندنا مدينة الأشمونيين ليها قصة خلق، وعندنا مدينة منفي ليها قصة خلق، يعني قصص الخلق دي كتيرة. ده بالنسبة للآثار اللي لقيناها. لقينا ايه كمان في المكان؟ لقينا ورش كانت بتعود للعصر البطلمي والأسرة الـ30 لعمل ايه بقى؟ لعمل الأوشابتي، ولعمل النقوشات على الحجر الجيري، اللي هي الشغل اللي هو بتاع الحياة الأخرى، والشغل اللي محتاجينه في المعابد. كانوا بيعملوا له ورش، الورش دي بقى فيها اسطمبات، الاسطمبات دي كان بيتم صناعة الكثير من المقتنيات فيها، زي مثلا الأوشابتي اللي مصنوع من الفيانس، ما كان أكيد في قوالب بيتصب فيها النوع ده من المواد، وكذلك النقوشات على، يعني كان في شغل كده عالي.
الورشة دي لما لقوها لقوا ان فيها شغل، لكن اخر شغل اتعمل فيها كان في العصر البطلمي، وجابت ظروفها في العصر الروماني، قفلت وشطبت لان خلاص ما بقاش فيه الفكر عند المصريين القدماء بقى موجود، خلاص بقى دخلنا في مرحلة الديانة المسيحية والفكر المسيحي، فخلاص الحاجات دي ما بقتش تستخدم، فانتهت تماما الورشة بتاعت هذه المصنوعات الدينية عند المصريين القدماء. شايفين؟ آثار مهمة عرفنا منها معلومات كتيرة جدا. صدقوني يا جماعة الحفاير دي أهم حاجة، ولازم تتابعوها وتعرفوا أول بأول، وتبقوا عارفين الحاجة اللي طالعة دي إيه أولها وإيه آخرها. فدي بالنسبة للحفاير. أما بالنسبة بقى لمدينة أون، فلازم معلومات لازم تعرفوها. أون هو ده اسمها القديم، وتعني الشمس وعبادة الشمس، لكن اليونان جم غيروها بقت هيليوبلس، ومن ساعتها لزقت على هيليوبلس. هليوبلس دي كانت هي العاصمة الدينية لمصر. يعني ايه عاصمة دينية يا نيرفانا؟ يعني بص، العواصم السياسية تروح وتيجي، الا انت يا اون ثابتة، عاصمة دينية وبداية الخلق عند المصريين القدماء. اون دي كان فيها معبد، اللي هو المعبد بتاع هليوبلس، كان فيه يعني ملحق ليها كمية برديات بتتكلم عن الفكرة المصر القديم، لا تتخيلوا عددها ولا تتخيلوا اهميتها ولا تتخيلوا ابعادها. اليونان لما جم، او البطالمه لما جم، او المقدونيين لما جم، ترجموا كل اللي مكتوب في هذه المعابد، كل مكتوب في المعبد ده اللي هو المكتبه، المخزن، العلم كله، ونقلوه على طول لليونان، ونقلوه على طول لليوناني. ففي كل اغلبيه الفكر اليوناني متاخد من الفكر المصري، عشان كده لما الاقي الناس دايما يشبهونا باليونان والرومان والكلام ده كله، بتشبهوا مين؟ بتشبهوا الحفيد بالجد؟ ما ينفعش. وأغلبية الأساطير هم خدوها منها. المنطقة دي كبيرة جدا، لا تتخيلوا كبرها زمان كانت عاملة ازاي. المنطقة دي تنقسم لقسمين، قسم معابد، وهي المعابد ده بقى حاجة محترمة، كانت حواليها في سور من الطوب اللبن، وفي نفس الوقت فيها شوارع داخلية، وهي منطقة كبيرة جدا. المنطقة دي حاليا اللي هي كانت معابد قديما بقت ايه حديثا؟ هي منطقة المسلة، هي منطقة عرب الحصن، هي منطقة الطويلة، عرب الطويلة، هي منطقة الخصوص. اوكي، يعني المنطقة دي كانت معابد. طيب انا دلوقتي بتعبد، يعني انا عشان اتعبد هروح اخر الدنيا؟ لا، ما انا لازم بقى يبقى في مقابر، ما دام لقينا معابد يبقى في مقابر وفي مساكن. المقابر بقى فين؟ المقابر هي المنطقة التانية، وهي تشمل حاليا عين شمس الشرقية، عين شمس الغربية، حلمية الزيتون، النعام، منشية الصدر، مصر الجديدة، جزء من مصر الجديدة، وجزء من مدينة نصر، وجزء من الروضة. متخيلين الوسع؟ متخيلين المساحة؟ اللي ساكن في القاهرة وسمع المناطق دي هينبهر بكبر مدينة أون. عشان كده لما بيجي مثلا الفيلم اللي هو بتاع عبد الحليم حافظ، لو انتوا تفتكروا معايا الوسادة الخيالية، كانوا بيبقوا ماشيين في معبد، متهيألي هو ده المعبد اللي كان بتاع اون، متهيألي. يعني دي معلومة غير موثقة، بس انا يعني ايه ربطت دي بدي حاليا، فمحدش يجي يقول لي كانوا، مال، انا المعلومات دي ساعات ممكن اربطها بس ممكن تبقى غلط يعني. فمنطقة اون كانت كبيرة قوي، وتم سرقتها على مدار كبير قوي، والآثار اللي فيها كانت فظيعة جدا، ولسه الآثار بتاعتها هتطلع لنا معلومات كتيرة جدا هتنبهروا جدا بيها. ودي كانت حلقة النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتنتظروا مني كل ما هو جديد، وتتفرجوا على كل ما هو قديم. وشكرا جدا على متابعتكم ليا.